مرحبا بكم نسأل كل هذه أخبار الرياضة من راديو مان. البداية باش تكون بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كما تعرفوا كانت نقل البارح إلى العاصمة المصرية القاهرة، وين وصلت البارح البعثة للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية، وبعد إتمام الإجراءات الإدارية تحول الوفد إلى مقر الإقامة بإحدى فنادق العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة. هذا وباش يجي المنتخب الوطني التونسي أول حصة تدريبية ليه إن شاء الله اليوم 9 متاع الليل بتوقيت تونس، 10 متاع الليل بتوقيت مصر، وهذا بملعب تدريبات القرية الأولمبية. ونضم لمقر إقامة المنتخب قيادة العناصر هو كل من وجدي كشريدة، ديلان برون، محمد الحاج محمود، معتز الزدام، حمزة المثوثي، سيف الدين الجزيري، نادر الغندري، أسامة الحدادي، محمد علي برمضان، سامي شوشان، عيسى العيدوني، علي العابدي، محمد أمين الشيرني، حمزة رفيعة، سيف الله الطيف، والياس العاشوري. كما تأكد غياب الياس سعد اللي باش يخضع اليوم إن شاء الله بيومبورغ إلى تدخل جراحي عاجل على مستوى الفم، فيما تبقى مشاركة الياس السخيري ما زالت بطبيعة رهينة ماش بشنو باش تبين الكشوفات الطبية اللي باش يخضع لها في الساعات القليلة القادمة. هذا قررت لجنة التنظيم تغيير مواعيد المباريات اللي باش تدور وفق البرنامج التالي. نهار 22 مارس في ملعب القاهرة الدولي مصر مع زيلندا الجديدة، ونهار 23 مارس تونس مع كرواتيا، وباش تلعب مباراة من أجل المركز الثالث نهار 26 مارس، ودور مباراة الدور النهائي نهار 26 مارس كيف لكن فرق من الملاعب. ملعب العاصمة الإدارية هو باش يحتضن النهائي، وملعب القاهرة الدولي هو باش يحتضن مركز المباراة لأجل المركز الثالث. هذا وباش تنطلق كل المباريات بداية من 10 متاع الليل بتوقيت القاهرة والتاسعة متاع الليل بتوقيت تونس. كما تلص لوائح البطولة هذه على الالتجاء مباشرة إلى الركلات الترجيحية عند انتهاء المباراة بالتعادل في وقت الأصلي تحديد الفائز. أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة المديرة للنادي الرياضي صفاقسي جوهر العذار في فيديو البارح عبر الصفحة الرسمية للفريق تعيين كريم مدلهوم على رأس الإطار الفني للفريق خلفا لنبيل الكوكي بعد القطيعة اللي حصلت البارح بين الطرفين. أحرزت عناصر المنتخب الوطني التونسي للمصارعة الرومانية للأكابر والكبريات 8 ميداليات، زوز ذهبية زوز فضية وأربعة برونزية خلال منافسات اليوم الخامس للبطولة الإفريقية للمصارعة الجارية بالإسكندرية، وتحصل على الميداليتين الذهبيتين كل من رضوان الطرهوني في وزن 72 كيلوغرام وزينب الصغير في وزن 76 كيلوغرام. نعطيكم كامل التفاصيل. منتخب الأكابر كما قلنا رضوان الطرهوني ميدالية ذهبية، اسكندر الميساوي وزن 97 كيلوغرام ميدالية فضية، ميدالية برونزية بالحسن العزعوزي وزن 82 كيلوغرام، ميدالية برونزية حكيم الطرابلسي وزن 87 كيلوغرام. وبالنسبة لمنتخب الكبريات كما قلنا زينب الصغير ميدالية ذهبية في 76 كيلوغرام، ميدالية فضية لشهر زيد العياشي وزن 53 كيلوغرام، ميدالية برونزية فاتن الهمامي 57 كيلوغرام، وميدالية برونزية نور الجلجلي في وزن 68 كيلوغرام. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.